بحضراتكم جميعا وبرحب بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وبفضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة المفتي الدكتور شوقي وكل أصحاب الفضيلة والأساتذة والأحباء. رحب بكم النهارده وبنفرح في مناسبات الأعياد التي تتقابل معا. والحقيقة الأسبوع ده كله والأسبوع الجاي ممتلئ بأعياد كثيرة، منها الأعياد الدينية ومنها الأعياد الاجتماعية ومنها الأعياد الوطنية. ب25 أبريل تذكار تحرير سيناء، وفي أول مايو عيد العمال وده تاريخ عالمي. كمان في المناسبات الدينية المسيحية والإسلامية في أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد وبداية شهر رمضان خلال أيام قليلة من عدد الشهر الجديد مايو، وأيضا العيد المصري الجميل اللي بنفرح فيه كلنا وبنسعد وبيجمعنا جميعا عيد الربيع أو عيد شم النسيم، العيد الفرعوني القديم اللي بيعمل كل سنة على مقدار الوحدة ومقدار المحبة المتبادلة بين كل المصريين، ليس في زمننا الحاضر ولكن في كل الأزمان الماضية بدءا من أيام الفراعنة. وزي ما ذكرت قدام حضراتكم أعتقد مرة سابقة إن عيد الربيع 21 مارس اللي هو بداية شهر الربيع أو فصل الربيع دايما يجي في أثناء الصوم، الصوم القبطي، ولأنه في أثناء الصوم بيبقى فيه شكل من أشكال الزهد والتنسك، عشان كده في التاريخ القديم نقلوا هذا العيد يكون تاني يوم عيد القيامة، يعني تاني يوم على طول بعد انتهاء الصوم. وصار شم النسيم بمعاني الروحية ومعاني قدام الله ونشكره، لأن أقصى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لله هو الشكر والعبادة. نقدم الشكر والعبادة والتسبيح لأن أعمال الله جديدة في كل صباح وعطايان جديدة في كل صباح لكل إنسان. وزي ما بنعيش حياتنا اليوم في النهار النور للعمل وللدراسة وللعبادة ويأتي الليل للراحة، وكأن الله بالليل يستر على كل خطايا البشر، ثم يأتي النهار الجديد لكي ما يبدأ الإنسان من جديد. وأنا بشعر كده أن بدايات الأيام كلها كل نهار جديد هو فرصة جديدة يعطيها الله للإنسان يراجع نفسه، يصوت طريقه، يعرف أكثر، يخدم الآخرين أكثر، يقدم المحبة لكل أحد أكثر، يكون داعية سلام في كل مكان، يكون داعية محبة، ويكون داعية وئام في المجتمع اللي بيعيش فيه. فكأن كل شمس بتطلع في النهار الجميل هي فرصة للإنسان أنه يقدر. الله يعطينا هذه الفرص بكل أيام حياتنا، فاليوم الجديد هو فرصة جديدة. في عيد القيامة نحتفل بالقيامة، كلمة القيامة جاية من القيام والنهوض، وده بيؤدي في أذهاننا إلى معاني التقدم ومعاني النهوض ومعاني الاستيقاظ ومعاني البداية الجديدة أو النهار الجديد.
بنسمي يوم الحد صندي. صندي يعني يوم الشمس، يوم النور. والمعنى الجميل ده بينطبق على كل يوم، انه يوم نهار جديد يمنح الله الخالق عز وجل يقدمه للبشرية كلها والإنسانية كلها، ان تبدأ نهار جديد وتسلك في النور دائما. احنا بنفرح باسم الكنيسة وباسم الاباء الحباء والاخوة الموجودين ويانا. زي ما حضراتكم عارفين اسبوع الكلام ده عندنا بيبقى فيه صلوات كتيرة قوي، وامبارح كان صلوات يوم الجمعة كانت طويلة، وبالليل طول الليل كنايسنا سهرانة في الصلاة، بتبتدي من 11 مساء وبتنتهي في حدود 6 صباحا. ودي سهرة مهمة جدا بنسميها سهرة أبو غرامسيس. كلمة أبو غرامسيس يعني سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا هو آخر سفر في الكتاب المقدس. ودايما نقول على سفر الرؤيا هو السفر الذي يعد الإنسان للسماء، لآخر حاجة في الإنجيل. فبتظهر الكنيسة كلها وسط صلوات كثيرة، لكن أحب أذكر ملحوظة مهمة قوي في هذه الصلوات، أننا نكرر فيها عبارة تتكرر كثيرا في آخر سفر في الإنجيل، وهي عبارة من له أذنان للسمع فليسمع. عبارة يمكن تكون غريبة شوية، لكن العبارة دي تكررها لأن الإنسان أحيانا لا يستمع إلى وصية الله. عارفين حضراتكم اللي ممكن يعمل ودن من طين، ودن من عجين، من عجين. أو تسمع إنسان يقول لك أنا بسمع دبة النمل. أنا ما أعرفش النمل بقى بيدب ولا ما بيدبش، لكن بيسمع دبة النملة ولا يسمع وصية الله. وهنا الخطورة على أي إنسان. عشان كده بنتعلم إن الإنسان لا تكون له الأذن المادية فقط، ربنا يحافظ على كل حواسنا، ولكن أيضا تكون له الأذن القلبية، الأذن التي تطيع، والأذن التي تستمع، والأذن التي تقدر. وده شيء مهم جدا، إحنا باعتبارنا كلنا رجال دين وحاملين وصية الله نقدمها لكل أحد، ونجعل كل إنسان له هذه الأذن الحساسة التي تستطيع أن تستوعب الوصية الإلهية. بشكر فضيلة الإمام الأخ العزيز، وبشكر أصحاب الفضيلة وأصحاب السيادة الموجودين معنا، وباسم الكنيسة وباسم كل الحضور برحب بكم، ووجودكم معنا باستمرار بيزيد فرحتنا وبيجعل العيد عيد وعيد وعيد، ودايما تكون المحبة قائمة بيننا جميعا من أجل حياتنا ومن أجل خلاصنا ومن أجل المجتمع اللي احنا عايشين فيه، من أجل الوطن. وأيضا بنقدم الصورة الجميلة لكل أحد عن بلدنا المحبوبة. أهلا بفضيلتك وأهلا بأصحاب الفضيلة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني ويسرني ويسر الوفد المرافق لي من جامعة الأزهر ومن مشيخة الأزهر ومن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لقداسة الأخ العزيز قداسة البابا تاودروس الثاني وآباء ورجال الكنيسة وكل الطوائف المسيحية بمناسبة أسبوع الآلام، وأيضا بعيد القيامة المجيد. ونشكر قداسة البابا على هذه المعاني التي أوضحها، والتي هي فعلا تعد في المقام الأول رموزا ترمز إلى آفاق وأبعاد كثيرة جدا تتعايش في ظلها الأديان وتتآخى. وإذا كان هناك أسبوع آلام، فمن وحي هذه الآلام أنا أقول إن المشكلة الآن ليست لا في الأديان ولا في المؤمنين بهذه الأديان،
وإنما المشكلة أصبحت في استخدام الأديان وتوظيفها في قتل الإنسان بسم الله. وأستطيع أن أقول أن الفترة أو العقود الماضية إذا كانت تشتعل بحرب سميت باردة حقيقة ولكن في النهاية هي حرب مشتعلة أو تحت رماد، وكانت تتخذ فيها المذاهب السياسية الاشتراكية والرأسمالية والحروب الاقتصادية السائدة بينهما. الآن أصبحت هناك الأديان السياسية، يعني ذهبت الرأسمالية والاشتراكية أو الشيوعية وجاء الإسلام والمسيحية الآن، ويبدو أن هذا مستخدم عن قصد، لأن السياسة العالمية أو ما يسمونهم الآن أسياد العالم لا يتورعون في أن يبدأوا الحرب أو يضعوا العالم على شفا حرب باسم الأديان أو الأداة القوية فيها لإثارتها واشتعالها هي الأديان. وهذا ما يرتب علينا نحن كما تفضل قداسة البابا، نحن رجال الدين والعلماء، يرتب علينا تكاليف ومجهودات شاقة أن نتنبه دائما إلى هذه الأداة الخبيثة التي تتخذ لإشعال الحروب بين الناس باسم الأديان. وطبعا يعني حوادث نيوزيلندا وحوادث سريلانكا تؤكد، وأنا أقرأها في ظل المخطط العالمي الجديد، وربما طرق أسمعكم بالأمس أو أول الأمس انسحاب قوة كبرى في العالم من اتفاقيات الحد من التسليح والحد من هذا الانسحاب له معنى بالنسبة لي وبالنسبة لما أهتم به الآن من قراءات وكلها مترجمة، يعني لا أدعي أن أنا أقرأها في لغاتها ولكنها مكتوبة بأقلام سياسيين كبار غربيين ويحذرون من هذا الذي فعلا يحدث على في بلادنا وفي الشرق بشكل عام، وأن الاقتصاد التسليح ربما كان هو أو العائد منه هو رقم واحد في أكبر الدول في 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 عالمنا هذا. لا أريد أن أكون أو أن أبدو متشائما، وإن كان ما عندي أو ما ترسب في عقلي وذهني ووجداني ومخاوفي وآلامي الكثير من هذه القراءات، وأن فعلا هذا العالم إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة من عنده فربما نواجه حربا لا تبقي ولا تذر. ومما سمعت من كبار الشخصيات الدينية في أوروبا قال لي أن الحرب الثالثة قد تقوم أو قد تشعلها الأديان أو تشتعل باسم الأديان، ثم قال لي تأكد أن الحرب الرابعة بعد ذلك سوف تكون بالعصي وبالأحجار، لأن الحرب الثالثة لن تبقي شيئا من المنجزات الإنسانية على مدى التاريخ الماضي. دائما أنا أعيش في هذا الخوف، وهو بكل تأكيد ليس وهما ولا خيالا ولا فوبيا كما تسمى فوبيا الإسلام وفوبيا كذا إلى آخره، ولكن الواقع الذي يحدث على الأرض فعلا تصدق كل هذا. لا أدري ما الداعي إلى قتل 50 مسلم من كاثوليكي ثم قتل 260 كاثوليكي كما يقال حتى الآن بأيدي الجماعات الإسلامية. والدين معروف الدين الإسلامي ومعروف الدين المسيحي، حتى نحن عندنا المسلمين
لا نعترف بأن هناك أديان، وإنما نعترف بأن هناك دينا واحدا فقط، هو الدين الإلهي، وهو الذي بشر به آدم عليه السلام ومن بعده إلى محمد عليه السلام. فإنما المسيحية واليهودية والإسلام وهود ونوح وإبراهيم وموسى وكل هؤلاء الرسل الكرام جاءوا برسالات تعبر عن هذا الدين. فهناك أخوة حقيقية بين رسالات الدين والتي نسميها الأديان، سواء أخوة على مستوى الكتاب المقدس، على سواء أقصد الكتب المقدسة، أو على مستوى مضامين الدين، أو على مستوى أخوة الأنبياء أنفسهم. فنحن نؤمن بأن شرع الله سبحانه وتعالى شرع لنا كما قال في القرآن: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إذن وصية واحدة. ثم أيضا المؤمنون يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل جميعا، فهم هناك وحدة عضوية بينهم، مضمون الشرائع، مضمون القرآن، مضمون الإنجيل، مضمون التوراة، هو وحدة عضوية أيضا، أو تمثل الوحدة العضوية. حتى كما قلنا على مستوى الكتب المقدسة، لا يتم إيمان المسلم إلا إذا آمن بالكتب المقدسة. هناك وحدة، هناك أخوة. فما الذي يبرر هذا الذي يحدث إلا أن يكون الدين قد اختطف من أسياد العالم ليزاولوا هيمنة أو ليطبقوا هيمنة يرون أنها رسالتهم في العالم، وأن على الآخرين أن يفكروا كما يفكرون وأن يعتقدوا كما يعتقدون، وحتى مناهجهم التعليمية يجب أن تكون على حسب الذوق والطعم ويعني الخلطة المعروفة. وليتهم متفقون فيما بينهم على عقيدة واحدة أو على دين واحد أو على حضارة مقبولة لدى الجميع. عفوا قداسة الباب، ربما أنا قلبت ما في كلمة قدستك من أفراع ومن ملانة وإيه تاني وفسيخ، ومعلش أنا مش من زبائن الفسيخ، لكن فعلا هو زبائن كاسحين تماما. حتى البيت الواحد تجد يعني منهم من يأكل ومنهم من لا يأكل، فربما أنا يعني عكرت بعض الجو، لكن هو أعتبره جرسا لنا جميعا، جرس إنذار، ولا سبيل إلا الوحدة، لا سبيل لتفويت هذه الخبائث والمنكرات التي تصنع الآن وتقدم للبشرية باسم الأديان. لا سبيل للوقوف في وجهها إلا الوحدة، وإلا تعمق فهم الأديان ولماذا أنزل الله سبحانه وتعالى الأديان، ولماذا بعث الرسل، ولماذا أنزل الكتب السماوية، كلها لهدف حماية الإنسان وحماية دم الإنسان من أن يسلك بهذا العبث الذي نرى. كل عام وحضراتكم بخير، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يعني وإحنا في انتظاركم قريبا يعني طبعا نتبادل هذه الأفراح، ولا نريد أن نشق عليكم، وقد قضيتم يعني الليل كله في الصلاة، وإن شاء الله كنوا يعني ذكرتمونا في صلواتكم، ربنا يحفظكم، وإن كنتم قد نسيتم فأرجوكم أن تذكرونا في الصلوات القادمة. شكرا لكم، وكل سنة وانتم طيبين، وكل عام وحضراتكم بخير.
بداية كل عام أنتم بخير بمناسبة هذه الأيام الطيبة علينا وعليكم، لأن بالنسبة للإخوة المسيحيين عندهم الأول اليوم عيد القيامة، وفي النسبة للمسلمين هذه أيام مقبلين على شهر رمضان المبارك. فبالنسبة للمسلمين والمسيحيين فهذه الأيام هي أيام أعياد لهم. طبعا هذه الرسالة التي نريد أن نبثها للجميع هي أننا نسيج واحد وأننا أسرة واحدة، كل منا يهنئ الآخر بأعياده، لا فرق بين مسلم ومسيحي، فالكل في الوطن سواء. وحينما نستعيد المؤتمرات السابقة التي عقدها فضيلة الإمام الأكبر عن المواطنة وعن رفضه لمصطلح الأقلية أيا كان هؤلاء الأقلية، وطالب أن يكون المصطلح البديل هو مصطلح المواطنة، بمعنى أن الكل في الوطن سواء، ولا يظنن أحد أن الدعوة إلى المواطنة وإلى التعايش الإيجابي هي مسايرة للدعوات الحديثة على مستوى العالم من حقوق الإسلام، بل إن الدعوة إلى المواطنة هي من صلب الإسلام. فوثيقة المدينة المنورة التي عقدها رسول صلى الله عليه وسلم هي الأساس في نشأة الدولة، في التعاون مع الآخر، ولا يمكن أن ننعزل عن الآخرين، بل لابد أن يكون هناك اندماج واندماج إيجابي وتعايش سلمي حتى ينهض الجميع. فضيلة الإمام الأكبر أكبر مرجعية سنية على مستوى العالم، ومعه قادة الإسلام من وزير الأوقاف ومن وكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ألا يعد ذلك دليلا على صحة وعلى جواز تهنئة الأقباط؟ نحن جئنا لنقدم التهنئة كما يأتي إلينا البابا ليقدم التهنئة، فنحن أسرة واحدة، كل منا يقوم بتهنئة الآخر. الرسالة اللي بنرسلها للناس كلها في الداخل والخارج أننا هنا في مصر على قلب رجل واحد يحكمنا حب هذا الوطن وتجمعنا كل المناسبات السارة. يسعدني أن أكون في صحبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة الشيخ صالح وكيل الأزهر وفضيلة المفتي رئيس الجامعة وقيادات الأوقاف لنهنئ قداسة البابا وكل أشقائنا المسيحيين بهذه الأيام والأعياد الطيبة المباركة، سائلين الله عز وجل أن يديم هذه المودة بيننا وأن يجعل مصر دايما واحد الحب وواحد الأخوة ونموذج يتعلم منه العالم كله قضية التعايش بين أبناء الوطن الواحد على خلفية وطنية كاملة. الحقيقة المثل بيه البعد جفوة، وكل ما نتقابل حتى لو في ناس من تحت لتحت يتكلموا كلام رديء أو كلام مش حلو، اللقاءات بتدوب كل الحاجات اللي هي ممكن ناس تزرعها وسطينا، واللقاءات دي كتيرة جدا. عندنا مناسبات وطنية كتير، مناسبات دينية كتير في المسيحية وفي الإسلام، وكل لقاء زي ما لاحظنا بيتقال كلام جديد بيدي فكرة على ان احنا مصريين، هو ده الاساس. فالتهاني دي زي ما بقول بتقرب بعضنا البعض وبتزود الحب بيننا وبين بعض. لما نقول بعد جفوة، طب يبقى القرب ايه؟ زيادة حب وعلاقات وتفاهم بين الناس، خاصة لما يكون القيادات الكبيرة بهذا اللقاءات الجميلة، يبقى اللي تحت هيبتدي يقول لا ده الناس دول صح، والناس دول ماشيين صح، الناس دول بيحبوا بعض وهكذا. قداسة البابا اتكلم طبعا عن القيام وعن شاب منسيب، وفضيلة الأم تكلم عن الأعياد عموما، وتكلم عن الأحداث اللي بتحصل في العالم باسم الدين. يعني الحقيقة كلها أمور بتحاول تقرب بعضنا البعض، وإحنا فعلا قريبين مش بنحاول، يعني التفرقة دي جاية من بعض الناس الأشرار. حقيقة تقليد قوي ودائم ما بين قداسة البابا وبين فضيلة الإمام، كلاهما يحرص طبعا على اللقاء. إحنا كمان بقينا حريصين جدا على حضور هذا اللقاء والاستمتاع بالحديث الطيب بين قداسة البابا وفضيلة الإمام. كل عام إحنا بنأتي في عيد الميلاد وبنأتي في عيد القيامة، وحقيقة حديث رائع بين قطبين من مؤسستين دينيتين هما الأكبر ليس فقط في مصر ولكن في الشرق الأوسط والعالم كله. على رأس الإسلام رجل كلنا يعلم ورعه وتقواه وحريص على الود وإقامة علاقة من الحب والتعاون والتواصل الدائم. فكرة بيت العائلة التي جمعت
بين هذين القطبين قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر، التعاون الدائم والتواصل المستمر فيما بينهما. أكيد هذه رسالة للجميع بأن الدين واحد والدين فيه تعاليم كثيرة تتفق وتتحد. إن كان هناك بعض الاختلاف في الأداء أو في العبادات فهذا ليس معناه أنهما على خلاف، بل على العكس. وهنا في مصر بصفة خاصة هناك صلة وثيقة بين المسلمين والمسيحيين عبر السنين منذ أن دخل الإسلام إلى مصر حتى الآن. فهذه رسالة واضحة للجميع، المسلمين والمسيحيين نسيج واحد ولا يمكن أن ينفك، مصيرهم واحد، عادتهم واحدة، تقاليدهم واحدة. ويعني إذا كان هذا تعبير من فضيلة الإمام الأكبر ومن قداسة البابا، فأعتقد يعني على كل مسلم وعلى كل مسيحي أن يوعى أن يعيد أن الإسلام والمسيحية ليس بينهما أدنى خلاف. أضيف أن الشرق الأوسط في مصر بصفة خاصة لم تحدث أبدا حرب دينية، وإن كان في بعض الخلافات فهذه الخلافات تدور بين الإخوة أو بين المسلمين وبعضهم وبين المسيحيين وبعضهم، وخلاف جوار، خلاف على بيع شيء أو شراء شيء، إنما ليس هناك ضغينة ولا خلاف بين المسلمين والمسلمين. حرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والأزهريين من ورائه على تهنئة إخواننا الأقباط وقداسة البابا توادروس والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأيضا كنائس الطوائف الأخرى، إنما يأتي من باب الترجمة العملية للمودة والمحبة والسلام والإخاء الذي وضعه الله عز وجل ابتداء بين البشر عموما، وحرص عليه فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا توادروس. وهذه ترجمة عملية ينبغي أن تعمم، وينبغي على كل مسلم وعلى كل مسيحي أن يضع أيديهما في أيدي بعض من أجل الرقي والنهوض، ومن أجل وحدة هذه الأمة، ومن أجل المواطنة، ومن أجل السلام، ومن أجل الحرية. مصر آمنة ولن يستطيع أحد أن يعبث بها أو أن ينال من أمنها، فإذا كان أعداؤها يتربصون بها وينظرون إلى أن مصر ستؤتى من قبل العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، فنقول لهم يعني خسئتم وخاب سعيكم. فالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين علاقة أخوية وعلاقة دائمة وعلاقة ملؤها المودة والمحبة، لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك. فنحن وإخواننا المسيحيون نعبد إلها واحدا، ونحن وإخواننا المسيحيون نؤمن بالآخرة، ونحن وإخواننا المسيحيون نقدس المسيح عيسى عليه السلام ونقدس أمه البتول، ونحن وإخواننا المسيحيون شركاء في هذا الوطن نعمل على رفعته.